بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثانية، احنا اتكلمنا في محاضرة سابقة عن انضمام شريك. المرة دي النهاردة بنتكلم عن انفصال شريك، المعالجة المحاسبية لانفصال شريك. الأسباب لانفصال الشريك ممكن تكون أحد سببين، إما انفصال الشريك وهو ما زال على قيد الحياة، أو انفصال الشريك بسبب الوفاة. قد يكون الانفصال بإرادته، قد يكون بحكم المحكمة، قد يكون بسبب مرض، قد يكون انفصال بسبب الوفاة. تختلف المعالجة المحاسبية لانفصال شريك حسب انفصال الشريك بدون وفاته. بالتجميع هنا بنجمع الأموال وحقوق الشريك في حساب جديد باسمه. باسمه مجردا عن كلمة شريك، ما بنقولش شريك لأنه مبقاش شريك. أما لو كان الانفصال بسبب الوفاة، بنعمل حساب، بنجمع الأموال، أموال وحقوقه في حساب باسم ورثة الورثة أو ورثة اسم الشريك بدون مجردا عن صفة شريك. تتحدد أموال وحقوق المنفصل من خلال عدة طرق أو أساليب. حصة في رأس المال أو في صافي أصول الشركة، حصته في رأس المال، حصته في شهرة المحل، حصته في بوليس التأمين، حصته في الاحتياطي، عائد رأس المال، حصته في الأرباح، المسحوبات، فائدة المسحوبات، رصيد الحساب الجاري، أي أموال أو حقوق أخرى. أولا حصته في رأس المال، يمكن تحديد حصته في رأس المال على أساس تقديري، ويتم الانفصال وفقا لميزانية الشركة في تاريخ الانفصال، فلا يتم تعديل القيم الدفترية للأصول والخصوم، ويجب توزيع الأرباح والخسائر غير الموزعة على الشركاء القدامى قبل الانفصال، يعني بما فيهم المنفصل. اثنين، يخدم الأساس التقديري في حالة الانفصال بالوفاة حتى لا تتعطل أعمال الشركة. وفي الحالة دي بيتم الاستعانة بأحد الخبراء لإعادة تقدير الأصول والخصوم. وما بتختلفش المعالجات المحاسبية السابقة دراستها فيما يتعلق بموضوع إعادة التقدير، برضو بنسبة الخسائر إعادة تقدير نقص الأصول وزيادة الخصوم، أو أرباح إعادة تقدير زيادة الأصول ونقص الخصوم. النتيجة الصافية من ربح وخسارة فيتم توزيعها على الشركاء القدامى بما فيهم المنفصل، وبنسبة توزيع الأرباح والخسائر قبل الانفصال. مثال: رشا وسامح وإسراء شركاء في شركة تضامن، يقتسمون الأرباح والخسائر بنسبة 2:3:2. كانت نتيجة إعادة التقدير صافي ربح قدره 70، يبقى 70 توزع على 3 شركاء بنسبة 2:3:2. في حالة الانفصال بدون الوفاة يبقى هنحمل أو نصيب شريك إسراء المنفصل، هيبقى اسمه حساب إسراء. أما إذا كان بسبب الوفاة هيبقى ورثة إسراء. هنا ادي بسبب عدم الوفاء او بسبب الوفاء. الحصه او حصه الشريك المنفصل في الشهره، حاله اثبات الشهره بعد الانفصال، يبقى من حساب الشهره الى حساب راس مال الشركاء، راس مال الشركاء الف وب، والشريك جيم بدون كلمه الشريك، هنقول يبقى حساب جيم. وادي المثال: يقتسمون الارباح والخسائر الف وب هو جيم، يقتسمون الارباح والخسائر بالتساوي. الشهرة قدرت ب 150,000، يبقى كده بالتساوي 50-50-50، يبقى إذن إلى حساب رأس مال شريك ألف وب وحساب جيم، لأن ما بقاش كده شريك معاهم، ما نقولش شريك وما نقولش رأس مال. أما بسبب الوفاة هنشيل حساب جيم ونقول حساب ورثة جيم. في حالة عدم إثبات الشهرة بعد الانفصال، يتم تحديد حصة الشريك المنفصل في الشهرة وتحديد مدى استفادة كل شريك من الشركاء الباقيين في حصة المنفصل، يبقى لازم نعمل جدول تسوية. مثال: ألف وبي وجيم ودال شركاء في شركة تضامن، يقسمون الأرباح والخسائر بنسبة 3:2:2:3. قدرت الشهرة بمبلغ 120,000. اتفق ألف وبي وجيم على الاستمرار بالشروط التالية. هنا في انفصال دال شروط عدم إثبات الشهرة، تصبح نسبة التوزيع 4:3:2، دي النسبة الجديدة. هنعمل يبقى النسبة الجديدة 4:3:2 والقديمة 3:2:2:3. كده واضح ان الشريك دال هيبقى له الحق في 36,000 من شركاء ألف وب وجيم بالتساوي، يبقى من جاري الشركاء ألف وب وجيم إلى حساب دال أو ورثة دال إذا كان بسبب الوفاة.
حصه الشريك المنفصل في الاحتياطي العام تتوقف معالجه الاحتياطي العام مناسبه الانفصال على اتفاق الشركاء الباقيين، فقد يتم الغاء الاحتياطي العام وقد يتم الابقاء عليه. حاله الاتفاق على الغاء الاحتياطي او حاله الاتفاق على عدم الغاء يبقى الابقاء عليه. الحاله الاولى الغاء الاحتياطي، احمد وسامح ومحمد شركاء في شركه تضامن يقتسمون الارباح والخسائر بنسبه 3-3-2، يظهر في خصوم الميزانيه رصيد الاحتياطي بمبلغ 80,000 بمناسبه انفصال محمد الشريك الثالث. قرر الشريكان احمد وسامح الاستمرار في العمل مع الاتفاق على ان تصبح نسبه توزيع الارباح والخسائر بالتساوي. الغاء الاحتياطي، الغاء الاحتياطي يبقى في الحاله دي هنلغي الاحتياطي من حساب الاحتياطي الى جاري الشريك احمد، الى جاري الشريك سامح، الى محمد او ورثه محمد بالنسبه في التوزيع القديمه. اما الاتفاق على عدم الالغاء يعني الابقاء عليه، يبقى هنا يا جماعه نفس المثال ولكن هنبقي على الاحتياطي. يبقى كده هنعمل جدول تسويه، النسبه الجديده بعد الانفصال 1-1، النسبه القديمه قبل الانفصال 3-3-2. اذا الشريك محمد كده 20 وشريك احمد وسامح 10-10، يبقى القيد من جاري الشركاء احمد وسامح الى، دايما احنا بنقول الى حقوق الشريك المنفصل، يبقى الى محمد او الى ورثه محمد. عائد راس المال، يحسب رصيد حصه الشريك المنفصل او متوفي في راس المال بمعدل العائد المتفق عليه وعن المده من اخر ميزانيه. فرض ان الشريك ب قد انفصل في 31/8/2018، رصيد حصته في راس المال 150، معدل عائد راس المال 10%. شوفوا بقى كده، يبقى احنا عشان نعمل معدل عائد هيبقى حصته في راس المال في معدل عائد 10% في المده، المده من تاريخ اخر ميزانيه يعني من 1/1 اللي هي 31/12/2017 1/1 الى 31/8، يبقى 8 شهور، يبقى في المده 8/12، يبقى عائد راس المال 10,000. ده حصته او حقه، يبقى من حصه ب في الارباح الى حساب ب او الى ورثه ب. المسحوبات، والمسحوبات دائما من حساب الشريك المنفصل او ورثته الى حساب المسحوبات. فائده المسحوبات، وتحسب على رصيد الحساب بمعدل الفائده المتفق عليه وعن المده من تاريخ السحب الى تاريخ الانفصال. انفصل الشريك ب في 31/8، يبقى اذا كده 9 و10 و11 و12، 4 شهور من 12. السحب المسحوبات 5,000، يبقى 5,000 في معدل الفائده 12% في 4/12. فائده المسحوبات من حساب ب او الى حساب او من حساب ورثه ب الى حساب حصه ب في الارباح. حصه الشريك المنفصل في الارباح في حالتين، حاله تحديد الارباح على اساس فعلي او على اساس تقديري. الارباح على اساس فعلي يتحقق ذلك باتخاذ اجراءات الجرد المعتاده وتصوير الحسابات الختاميه اللازمه. اما على اساس تقديري يبقى هنعمل كده كيفيه حساب الارباح التقديريه. ممكن نحسب معدل مئوي من حصته في راس المال، ارباح العام السابق، متوسط ارباح عدد من السنوات او مبلغ ثابت. مثال، انفصل الشريك ب في 31/8، ان رصيد حصته في راس المال 150، اخر ميزانيه كانت بتاريخ 31/12/2017، كان عقد الشركه ينص على ان تحسب للشريك المنفصل ارباح تقديريه معدل 15% من حصته في راس المال عن المده من تاريخ اخر ميزانيه. يبقى كده ال 150,000 في 15% في المده من اخر ميزانيه حتى تاريخ الانفصال 8/12، يبقى 15,000 ارباحه، يبقى من حصه ب او ورثه ب الى، من حصه ب في الارباح الى حساب ب او ورثه الى حساب ورثه ب ب 15,000. هنقدر نعمل حساب حصه ب في الارباح والميزانيه في 31/8/2018. رصيد الحساب الجاري، وهو الرصيد اما ان يكون مدين او دين. بفرض ان رصيد الحساب الجاري للشريك سي منفصل كان دائنا ب 6500،
يعني له، فبيقفل الحساب الجاري الدائن لبمدين يبقى من حساب جاري الشريك س المنفصل إلى حساب س أو ورثة س. أما إذا كان حساب جاري مدين يبقى من حساب س أو ورثة س إلى جاري الشريك س. تسعن أي أموال أو حقوق أخرى تكون من حق الشريك المنفصل. زي إيه؟ زي القروض. قد يحدث أن يكون الشريك المنفصل أو متوفي له في ذمة الشركة قرضا فيضاف إلى أمواله أو أموال الورثة. أما قرض الشركة الذي لم يحن بعد موعد سداده فلا يطالب به الشريك المنفصل أو ورثته. طبعا يتصل بقرض الشريك فائدة القرض برضو من تاريخ القرض حتى تاريخ الانفصال. إذا كده زي ما احنا شايفين في المثال ده القطع هيبقى من حساب قرض الشريك إلى بقفل القرض الدائن، من حساب قرض الشريك إلى حساب المنفصل ب أو ورثة سداد أموال وحقوق المنفصل. طبعا بعد ما نحدد حقوق المنفصل إما نسددها له نقدا أو بالاتفاق على أقساط. قيد السداد من حساب س أو ورثة س إلى البنك أو إلى قرض نعتبر إنه المبلغ ده قرض، أو إلى حساب قرض ورثة س إذا كان بسبب الوفاة. ده الفصل المتعلق بالمعاملات المالية انفصال شريك. أتمنى أن يكون الموضوع واضح وسهل، مع تمنياتي لكم بالتوفيق.